يا اللي اتصل علي حسن ابو نبيل. هلا وحسن عزيز ابو الليل، الصبح بثمانية ونص اريدك يم المكان العشر، عرفت لو لا؟ ايش عدي رايح الكويت؟ خيرك وشي؟ ايه لازم نفض السالفة، خو ما تبقى معلقة، فيدنا نتلاقي. لا حبيبي جايك للبيت. يلا ايش يريد منا حسن؟ وش عده خابرنا والتالي؟ السالفة هاي بسيطة ابو الليل، القاع ما عوفها اليك لو ما ادري شو يصير. اي والله القاع قاعي والي شارع مليان. ابويا كنت تحكي ويا عم ابو الليل وسويته على القاع. اي ابويا كنت تحكي ويا عمك ابو الليل، عمك ابو الليل الظاهر ما يريد يحلها سلميا، وانا انتظر من عده جواب. هسه هو راح يجيني، هو ايش عده؟ ما تقول لي هو هالابن واحد ويصرف عليه بالجامعات، ما يصير هذا الحكي. القاع ابويا انا ما صير غيرنا، ما لك شغل بعد ابوك. سهلا ان شاء الله ابويا، يصير خير. وين اخوي ابو نبيل؟ حسن استريح ابو الليل، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافيه. حسن اتصالك مو حلو وياي، انت نسيت انا اخوك الكبير؟ وش تريد مني من روح لك ميتي هناك؟ عندك شيء سولف هنا يمي. ابو الليل ما طول وياك الحديث، تدري لو لا القاع بيني وبينك مقسومه بالنص، لو تطيني اياها نفلح بيها، لو انت تفلح بيها. هذا كل الحكي الجاي اقول لك بيه. وش دعوه اخويا طامع بقاعي؟ ابو نبيل والد الله يرحمه من توفى خلى حصتنا مساويه، اللي بيوت بالنص والقاع بالنص، لا انت تفلح بيها ولا انا افلح بيها، كل من يبقى على قاعه وانا رايح. دروح لا فالح بمشيه، لا فالح بطلعه، لا فالح بمواصله، نهار كله متحنبطين بعبينا وعقلنا، لج المواصله وضال. ابويا نبيل. ابويا. ابويا نبيل، اليوم عمك ابو الليل اريدك تسوي بيه عرس الكلبه وتشوي بعزيز روحه، وانت تعرف بعد وانا مربيك بيدي واعرفك وانت طالع علي مرود الظلمه. عد عيناك ابويا وانا رايح واعرف بيه من اشوي. بعد ابوي وقلبه مرود الظلمه طالع على خوالك نشمي. يريد القاع ماتي شلون اخو طماع؟ صديق كذي هو معيشتي كلها بالقاع. هاتوح عمي قواك الله. الله يقوى حيلك يا عم ابو الليل. سالار هم شايفه؟ اي هذا سالار ذاك. اي عمي مشكور. هلا بيك عم سالار. الو حبيبتي انا على مودش بالبستان وجاي احكي وياك. المحاضره ان شاء الله باكر الساعه بالسبعة ونص. اي موجود القاك. هذا ابوي يلا هسه شويه خابرك. وينك سالار بوي؟ ابوي موجود هنا. بوي خابرنا عمك وكنت يمه. اي يقول اريد القاعه مالتكم، لو انتم تفلحون بيها لو احنا نفلح بيها. قلت له ماكو هيك حكي، كل من قاعه اله. شنو؟ شنو يريد القاع؟ القاع قاعنا وما نطي شبر منها، خاف عندك حنيه على اخوك، يم سالار ماكو اخوه. ما اطي شبر من يمها، ودير بالك على نفسك، ترى هذا اخوي مو خوش انسان وانا رايح. يصير خير. اليوم ابو الليل تويكه تويكه بعزيز قلبك. ولك سالار عبرة ساعتين وبعدها ابني ما جاي. هو الزلمه ليش تعطل علي؟ صار علي شيء، عافية قلب الوالد شلون؟ حبيبتي على موعدنا ان شاء الله بالسبعة ونص. شنو هذا الصوت؟ هذا ياهم صح سالار. صح باسمي سالار، هذا منين النبرماني؟ ان ابوي وصاني علي، قال لي دير بالك من عمك بس لا هو. يا رب شنو هذا الرمي؟ سالار سالار شو يركض؟ فشلتيني هرب. سالار ولك يا سالار، هذا واحد ملثم رماله طلقتيني وشرد ما اعرف منين. سالار انت روح لوالدك وين راح اشوف يعني يرمي امشي. طب هذا الصوت طلع منه وين؟ هاي الاثار، هاي البوشات، شنو هاي؟ هاي السلاح مالهم هذا، خلنا اروح اعطيه لعم ابو الليل. ابو الليل هاي القاع مالتك انت واخوك، لا انت من ماخذها ولا من اخوك ماخذها، او هذا الله يابسه. ابو حلاوه اخوي، اخوي طماع وانا كنت يمه اليوم من الصبح، يقول لي لو انا افلح بالقاع لو انت تفلح بالقاع. اخوي انا ابني هسه طالب مال جامعه وهاي اخر سنه اله، واريد هو يستفاد من يمه، من نطيها له شحصل انا. بويا بويا انت ما سمعت الرمي؟ رموا علي وصاحوا باسمي سالار ورمى فوق هاي وشرت. صاحب اسمك انت؟
شوف ابو حلاوه هذا اخوي ماكو غيره هو اللي يسويها. بويا انت حذرتني وانا ما اخذت حدا ما قلت عني يسويها. هاي تبقى لقيتها بالمستان ولك هاي تفقت ابوي الله يرحمه خلاها عند ابو نبيل شي اخوي الصغير يقول خليها يمه وسواها. ابو حلاوه خير ابو الليل قول ابو حلاوه تروح لابو نبيل اذا ما يجي يحول وتقول له قوامه من ابو الليل اخلي ولد خاله سالار بالعباس يهدمون بيت علي. راح ابلغه على القوامه صار خذ انت اللي فرحمة على والديك انت كشي اللي تسوي. عمي انت روح لشغلك روح اشتغل وهاي خليها يمي وانا لك ابو نبيل اذا ما تحول انا اعرف بيه من اشوي. بويا شو انت ود العام تروح تقاوم خليني اروح ادقه. سالار اهدى بويا اهدى وديت هذا الخير استخدم العقل يا حبيب قلبي عندنا قانون عندنا دنيا لا تستخدم هاي السوالف. اطل علي يمي بويا سويتها عمي نام مرتاح. عف يا ابني ما خيب ظني. بويا تفكتك وين مبيل قل لي. بويا لا تخاف ضميتها مكان ما حد يندله بس انا والله. يلا بويا طب جوا وارتاح عفية بابني. والليل هذا من يدق الباب منو؟ السلام عليكم. السلام على اخوي. استريح رحمه الله على والديك ما قاعد دازك ابو الليل ترى اخوي قوامه. اخوي القوامه على شنو داز لاخوي قوامه؟ شو مسوى انا حتى يدز قوامه ها؟ واحد من ولدك رام عليه ابن ابو الليل. خالي هذا الحكي ما يفيد ارجع لابو الليل قل له اذا علي شاهد لو علي بيمين انا بخدمته غيرهن ماكو لا حول ولا هاد هذا اللي عندي. الدليل موجود وانا شاهد وهاي التبليغ رسمي في مال لا. شنو الدليل؟ بس لا ضحك علي مبيل وعاف السلاح يمهم وهذا السلاح مال مرحوم ابوي الله يرحمه يعرفه بالليل مبين.